وللمزيد حول الوضع السوري ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي حسن النيفي. مرحبا بك معنا سيد حسن. ما الذي يمكنه أن أو ما الذي يمكن أن تصنعه الدول للتسريع في التوصل إلى حل سياسي في سوريا وصياغة دستور جديد للبلاد؟ تحية لكم ولجميع السادة المشاهدين. نحن لعلنا نعلم جميعا أن مجمل النشاط الدبلوماسي والسياسي الدولي ينصب على عملية تشكيل اللجنة الدستورية ثم الانتقال إلى مرحلة انتخابات. ولعل الجميع أيضا يعلم أن مسألة اللجنة الدستورية هي من مخرجات سوتشي وليست من مخرجات جنيف، أي أن الروس استطاعوا من خلال تفردهم في الملف السوري العبور من أستانا إلى سوتشي ثم اختزال القضية السورية بلجنة دستورية ثم لفرض رؤية روسية هي الرؤية التي ما زالت موجودة حتى الآن، والحيلولة دون أن تكون جنيف أو مقررات جنيف حاضرة. واقع الحال هناك الآن مشروعان يتدافعان أو يتنافسان. المشروع الأول هو مشروع اللجنة الدستورية المشار إليها والتي هي من مخرجات سوتشي والتي تختزل القضية السورية برمتها بقضية تشكيل أو كتابة دستور جديد لا دور للسوريين فيه، وهناك أيضا الرؤية المنافسة لها وهي رؤية الدول السبع أو المجموعة المصغرة حول سوريا والتي أصدرت أيضا وثيقة تتضمن أيضا حلا سياسيا وفق اللجنة الدستورية ولكن وفق بنود أربعة ووفق شروط ستة أخرى. لعلها هذه الشروط والبنود لا تتيح للروس الانفراد بالحل السياسي كما يرون، كما تفردوا بالحل العسكري في سوريا. إذا نحن الآن أمام جدية الموقف الأمريكي. الموقف الروسي ماضي، ولكن هل مجموعة الدول السبع بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية جادة في أن لا تترك الروس وحيدين في صياغة دستور لسوريا؟ هذا هو ما نحن ننتظر. نعم، برأيك ما الذي تريد موسكو الوصول إليه من خلال تصريحاتها بوجوب خروج كل القوات الأجنبية من سوريا بما فيها القوات الروسية؟ لعل هذا المطلب ليس جديدا أستاذ الكريم. نحن رأينا منذ أواخر العام 2017 الروس دائما يدعون بأن وجود القوات الأمريكية هو ليس وجودا شرعيا لأنه لم يأتي بطلب من الحكومة، حكومة نظام الأسد، وأن الوجود الروسي هو الوحيد الشرعي لأنه جاء بطلب من حكومة الأسد. الغاية من ذلك هي التفرد بالأرض السورية. يعني الوجود الأمريكي في المنطقة الشرقية من سوريا يعد عائقا أمام فرض الرؤية الروسية على الحل السوري. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا وجود الأمريكان في القسم الشرقي من سوريا يعد هو يعني عامل مهدد للحليف حليف الروس وهو إيران. يعني الروس الآن يرون أن وجود الأمريكان على الأرض السورية هو يعني منافس لهم ولا يترك لهم يعني أن يفرضوا الحل السياسي كما فرضوا الحل العسكري. نعم، هل برأيك سوف تستجيب واشنطن وأنقرة وطهران للدعوة الروسية وتنسحب من سوريا، أم أن وجود قوات هذه الدول فيها يعني بات أمرا بعيدا حتى بعد أن يتم إجراء دستور جديد سوف تبقى هذه القوات لقواعد يعني دائمة في سوريا؟ يعني دعنا نتحدث اليوم بشفافية. يعني الروس عن أي شرعية يتحدثون؟ اليوم سوريا أو الجغرافيا السورية هي مسرح لصراع دولي وأقليمي. كل الدول المتنفذة لها قوات في سوريا والأرض السورية تخضع لتقاسم نفوذ دولي، فلا يمكن على الإطلاق خروج طرف من الأطراف دون وجود حل سياسي شامل للقضية السورية. المطالبة بخروج الجهة الفلانية وبقاء الجهة الفلانية هذه نوع من المناكفات السياسية الرسائل المتبادلة. أما على الصعيد الفعلي في الواقع فالأرض السورية الآن لا سيادة فيها، حتى نظام بشار الأسد
اصلا هو لا يملك لا السيادة ولا يملك الشرعية ولا يملك القرار، وانما تتصرف روسيا بالوكالة. منظومة اس 300 التي بدأت موسكو بتسليمها الى النظام السوري، كيف تقرأ يعني دور او تأثير هذه الأسلحة على الداخل السوري، وكذلك ردة فعل الولايات المتحدة الأمريكية تجاه هذه الأسلحة؟ يعني تسليم هذه المنظومة الجميع يعلم أنه كان ردة فعل على إسقاط الطائرة الروسية في سوريا، وهي رسالة سياسية أكثر مما هي إجراء عملي. يعني لنا أن نتخيل الآن أنه ليس بمقدور نظام بشار الأسد استخدام هذه الصواريخ S-300، لا يمكن أن يستخدمها إلا بضوء أخضر من الروس. وهي رسالة سياسية أكثر منها أسلوبا رادعا، لأن التدخل الإسرائيلي في سوريا في الأصل واستهداف إسرائيل لمواقع إيرانية أصلا هو كان قائم بالتفاهم مع الروس. يعني هناك تفاهم إسرائيلي روسي على كل الغارات الإسرائيلية التي كانت تستهدف المواقع الإيرانية، ولكن هذه المرة ربما الروس أرادوا أن يحتجوا أو أن يفهموا إسرائيل بأن للروس هيبة، وإسقاط الطائرة الروسية في سماء سوريا هو إسقاط الهيبة الروسية. فنوع من حفظ ماء الوجه لا أكثر. من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي حسن النيفي كان معنا، شكرا جزيلا لك.